الحرائق مقابل الفساد، هل هذا ما تواجهه حكومة السودان؟ جهاد التبيين، إن كنتم عليه قادرين كنتم على غيره أقدر. لن يكون عالم ما بعد الاتفاق النووي جميلا. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرائق مقابل الفساد، هذا ما تواجهه حاليا حكومة السيد محمد الشياع السوداني. لم يكون هذا الكلام مبالغا فيه، هذا أمر نواجهه هذه الأيام بشكل واضح. هنالك حرائق تتكرر هنا وهناك في أماكن مختلفة من البلاد، طبعا بعضها طبيعي عادي عفوي، والكثير منها مفتعل، ويجب أن يثير هذا التساؤل، لماذا تندلع مثل هذه الحرائق، وخصوصا في بعض الأماكن المهمة جدا في البلاد مثل مطار بغداد، مطار بغداد، ومثل أيضا مستشفيات هامة، ومثل بنايات ومحطات ومنشآت حكومية وعامة يستفيد منها الشعب، وهذا يثير الرئيس يعني السؤال. هذه مسائل مريبة جدا، حصل منها الكثير خصوصا في السنة الأخيرة من حكومة السيد مصطفى الكاظمي، والآن يتكرر هذا الأمر في بدايات تسلم السيد محمد الشياع السوداني مهامه كرئيس لحكومة كاملة الصلاحيات. من الطبيعي جدا أن نطرح هذا السؤال، هل هنالك عمل مدبر بليل؟ هل هنالك جماعات تريد أن يفشل السوداني كما كانت تريد أن يبقى مصطفى الكاظمي بذريعة حفظ الأمن وبذريعة أن الوضع الأمني هش، فيجب أن لا نقوم بعملية انتقال في هذا الظرف بالذات، من شأنها هذه عملية الانتقال، وشفتوا بعض الظروف الموضوعية اللي كانت موجودة، فتنة الخضراء، مظاهرات هنا مظاهرات هناك، احتجاجات عنف، استخدام السلاح المنفلت. فمن الطبيعي أيضا أن يطرح هذا الأمر أنه لا، الآن لا تغيرون السيد مصطفى الكاظمي إلى أن نجد بديلا لهذه المسائل التي حصلت، يعني انعدام الأمن الهش، الأمن الهش. تذكرون حتى هذا الأمر تكرر قبل الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر من العام الماضي، وتذكرون جيدا أن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة بلاس خارت كانت تتحدث علنا عن أن الأمن في البلاد هش، ولا يمكن أن تجرى انتخابات مبكرة، يعني أيضا لإطالة أمد حكومة السيد مصطفى الكاظمي. وتذكرون جيدا، وهذه مهمة إن الذكرى تنفع المؤمنين، أن السفير البريطاني آنذاك أيضا تحدث عن صيف ساخن سيشهده العراق فيما لو جرت الانتخابات المبكرة التي جرت. وتذكرون أيضا أن السفير الأمريكي، مو هذه السفيرة، السابق أيضا قال بمثل هذا الكلام، كانوا يروجون إلى أن العراق سيشهد اهتزازات أمنية كبيرة فيما لو جرت الانتخابات المبكرة. جرت الانتخابات المبكرة أيضا قالوا وفعلوا مثل هذا الأمن الهش، أوجدوا مبرراته، قالوا أيضا بأن بقاء حكومة السيد مصطفى الكاظمي ضرورية على الأقل، هنالك بل هنالك طالب ببقائها رسميا بذريعة إجراء الانتخابات المبكرة التي أريد لها أن تتكرر بنفس المقاييس السابقة، يعني أيضا يجب أن تفضي إلى نفس النتائج التي أفضت لها الانتخابات المبكرة السابقة. لا تغيير للنظام الانتخابي، لا تغيير في مفوضية العامة، المفوضية العامة المستقلة للانتخابات، ونفس الطاس ونفس الحمام، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت. الآن هذا الأمر يجري في بداية حكومة السيد محمد الشياع السوداني. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب بكل صراحة وبكل وضوح أن يعمد السيد محمد الشياع السوداني إلى حل المسائل العالقة
التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج. المقدمات التي تؤدي إلى هذه النتائج يجب أن تتغير، وهذا بسيط بسيط جدا جدا جدا. لكن هنالك ضجة إعلامية، هنالك توصيات من معهد واشنطن تعرفونها جيدا، تهديدات، بل هي ليست مجرد توصيات. هنالك أيضا حديث هنا وهناك عن هذا الضخ الإعلامي، هذا الدفع الإعلامي، والله الشارع راح يتحرك، والله هذا كله هواء في شبك. الظروف الإقليمية والظروف الدولية، خصوصا الدولية، التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الإقليميين والدوليين على الرضوخ لمعادلة الثلث الضامن التي أسفرت عن إنتاج حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وطبعا المجيء أيضا بانتخاب الرئيس عبد اللطيف رشيد. هذه الظروف لا تزال باقية وكلها تصب في مصلحة السيد محمد الشياع السوداني إذا أراد أن يعمد إلى إنهاء هذه الملفات العالقة، المسائل التي تعرقل تمدد واستمرار برامجه الإصلاحية وتمدد إنجازاته الكبيرة التي الآن شاهدناها على الرغم من قصر عمر الحكومة، وخاصة ما هو متعلق بملفات الفساد. مع ملاحظة، يجب أن نسجل ملاحظة حول ملفات الفساد، لا يزال الأمر المتعلق بملفات الفساد مع كل الأسف منحصرا فقط بالفساد في المناطق الشيعية أو لدى شيعة السلطة الذين شاركوا في السلطة، وتحديدا الآن حكومة السابقة، يعني حكومة السيد مصطفى الكاظمي. وشفتوا قضية تهريب النفط، وشفتوا قضية الائتمانات للضرائب، وكثيرة من هذه المسائل، وبعد ملفات أخرى كثيرة موجودة يجري فتحها باستمرار، بس منحصرة في الوسط والجنوب، ومنحصرة لدى النواب الشيعة. نعم أكرر، هذا عمل جيد، لكن يجب أن تتسع دائرته لتشمل أولئك الفاسدين في كل الذين شاركوا في العملية السياسية، وخصوصا الفاسدين من سنة السلطة والفاسدين من سنة الأكراد. ليش فقط الفاسدون هم فقط موجودون في سنة شيعة السلطة؟ هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام حتى نساهم ويساهم السيد محمد الشياع السوداني في ترميم الهوة التي سعوا إلى إيجادها، بل أوجدوا منها الكثير بين قادة الشيعة الذين شاركوا في العملية السياسية من الشيعة طوال السنوات الماضية، وبين الجمهور الشيعي في الوسط والجنوب بشكل خاص، وما أصبح يعرف لدينا بالضد النوعي. أنت حتى ترمم هذه الهوة التي أوجدوها بمزاعم كثيرة، وحتى أيضا تدافع عن القوى السياسية المخلصة التي لم تتورط بالفساد، والتي كان لها دور كبير وكبير جدا في مكافحة ومقاتلة الإرهاب، والتي طالبت وتطالب بخروج القوات الأجنبية، والتي تريد للعراق أن يبقى شامخا أو أن يكون شامخا مستقلا ذا سيادة. هذه نقطة في غاية الأهمية. إذن على السيد مصطفى محمد الشياع السوداني أن يعمد إلى بعض الإجراءات المهمة، وهذه الإجراءات المهمة هي التحلية. علماء الأخلاق والعرفان يقولون قبل التحلية عليك بالتخلية. أنت تريد إصلاح، أول مرة شيل مبررات الفساد. ما سمي بالدولة العميقة التي أوجدتها الحكومات الفاسدة، خصوصا الحكومة الأخيرة حكومة السيد مصطفى الكاظمي، هذه يجب أن تكسر كل مجاديفها. يجب إجراء عملية تطهير قوية جدا واجتثاث لقوى الفساد المترعرعة
والمزروعة في كيان الدولة من بقايا الحكومات السابقة كلها وخصوصا الحكومة الأخيرة. وابدأ بالإعلام يا سيادة رئيس الوزراء، الإعلام وما يسمى حاليا بجهاد التبيين والذي سأتحدث عنه في المحور الثاني هو ما يجب أن تبدأ به يا سيادة يا دولة رئيس الوزراء، لأنك تريد أن تطل على العالم من خلال الإعلام، وهذا الإعلام خصوصا الإعلام الذي تستطيع أنت أن تقوم بتطهيره من الفاسدين والعابثين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بشن حملات دعائية كبيرة استهدفت قوى المقاومة، استهدفت الحشد الشعبي، استهدفت القوى المخلصة التي كسرت تنظيم داعش الإرهابي. هذه لا تزال موجودة ولا تزال تتحكم بالإعلام. جهاد التبيين إن كنتم عليه قادرين كنتم على غيره أقدر. في الروايات التي وصلت إلينا هم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم أيضا عن الإمام علي عليه السلام الذي نقل عنه قوله: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن كنتم عليها قادرين كنتم على غيرها أقدر. طبعا قبل ذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إحدى المعارك الدفاعية التي خاضها وانتصروا فيها قال: جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس، إن كنتم عليها قادرين كنتم على غيرها أقدر. أسوق هذا الكلام وأنا أتحدث عن جهاد التبيين، جهاد التبيين الذي كان الإمام الخميني الراحل تحدث عنه كثيرا في السنوات الماضية قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأيضا طوال السنوات الماضية خصوصا 30 عاما الماضية كان السيد الإمام علي خامنئي أيضا حفظه الله كان يركز كثيرا في أحاديثه عن جهاد التبيين، جهاد التوضيح، الدعوة إلى الله وتوضيح الأمور المتعلقة بحركة الإسلام والتي المتعلقة بالجمهورية الإسلامية وكل ما يتعلق بالمدافعين عن الحق أمام الهجمات الإعلامية الكبيرة التي تشن عليهم من قبل الأعداء. طبعا نحن في العراق أيضا واجهنا ونواجه هذا الموضوع بشكل كبير، لاحظنا أن الهجمة الإعلامية الكبيرة التي تشن علينا تستلزم، هي طبعا تستغل ضعفنا في موضوع جهاد التبيين، عندما نضعف في جهاد التبيين في جهاد التوضيح في جهاد كشف الحقائق بالنتيجة تقوى طرق التضليل وطرق التعمية التي تمارس ضدنا، ونجحوا في تمرير الكثير من الأمور المتعلقة بتشويه الحقائق، بل فرضوا بعض أهدافهم وأجنداتهم سواء كان محلية أو إقليمية أو دولية، لأنهم استغلوا هذا الحجم من التضليل الكبير الذي مارسوه علينا وعلى كل من يبحث عن الحقيقة. في الجمهورية الإسلامية الأمر واضح، تلاحظون هذه الأيام تواجه الجمهورية الإسلامية مرحلة كبيرة وجديدة من المؤامرات التي تقوم أساساً على التزييف الإعلامي والتضليل المعرفي القائم حالياً على قدم وساق، وكما قلت لكم هذا الأمر مورس معنا ومورس أيضاً في كل ما أصبحت تعرف بدول الربيع العربي، شفنا في سوريا، شفنا في ليبيا، شفنا في تونس قبلها، شفنا في مصر،
وحتى في قضية يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني أيضا مورس هذا التزييف الإعلامي الواسع، هذا التضليل الإعلامي الواسع على قدم ولا يزال طبعا مستمر، لكن في الجمهورية الإسلامية هم استهدفوها الآن ويستهدفوها الآن، لأنهم يعتقدون هكذا أن هذه الجمهورية الإسلامية هي رأس المقاومة الفكرية المعرفية، رأس الجبهة التي تنادي بتطبيق الإسلام المحمدي الأصيل الذي نتائجه بالتأكيد هي نتائج عالمية لمصلحة الجميع، لمصلحة السلم العالمي، ولمصلحة الاستقرار في العالم كله، ولمصلحة كل الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الجمهورية الإسلامية تحمل لواء الإسلام المحمدي الأصيل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الواقع نلاحظ أن تأكيدات قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي خامنئي تأتي تكرر باستمرار الحديث عن جهاد التبيين. وقلت لكم على مر السنوات الماضية كان السيد خامنئي يركز على جهاد التبيين، مع كل الأسف الأمة لم تهتم كثيرا، والنتيجة هذه الأمة، يعني أنا وأنت وكل من يعنيه هذا الأمر، لأن الإسلام ولد غريبا، ولد هذا الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما نتخلى عن الدعوة للإسلام ولتوضيح المبادئ الصحيحة أو نمارس هذا العمل بطريقة منقوصة، فالنتيجة هي هذا التضليل. التضليل ينجح، التعمية تنجح. ولاحظتم على مر التاريخ، يعني على مر التاريخ عندما تفاجأ أهل الشام مثلا بخبر الاستشهاد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أثناء صلاته، أثناء إقامته للصلاة، تلك المفاجأة مردها هو هذه التعمية، هذه الحرب الإعلامية التي مارسها الأمويون ونجحوا فيها إلى حد كبير، لأنهم أهل الشام تساءلوا وهل كان علي عليه السلام في مسجد الكوفة، قتل في مسجد الكوفة، فحدثت الصدمة، فسألوا وهل كان علي يصلي. هذا الأمر يجب أن لا يتكرر، هو تكرر مع كل الأسف، تكرر كثيرا. الآن لو تشوفون في وسائل الإعلام مثلا يتحدثون عن الحشد الشعبي بأنهم يسرقون، سرقوا بقرة وسرقوا ما أعرف شو، الحشد الشعبي ذهب يضحي بأعز ما يملك، الجود بالنفس أقصى غاية الجود، يجي يتهم بسرقة بقرة، لو سرقة ثلاجة، يتهمون مثلا حزب الله لبنان الذي طبعا مو بس يتهمون، يعني ترويج إعلامي وناس بعضها تصدق، يتهمون حزب الله لبنان بأن هو الآن يرفض التطبيع وفرض معادلة في غاية الخطورة والأهمية على الكيان الصهيوني في ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني مع فلسطين المحتلة في قضية النفط والغاز. يجون شي يقولون مراكز الأبحاث الإسرائيلية، وهي تعترف مراكز الأبحاث الإسرائيلية الصهيونية بأن حزب الله والجيش اللبناني والدولة اللبنانية لم يقدموا أي ضمانات أمنية خارج هذا الاتفاق أو هذا الترسيم. يقولون حزب الله طبع مع الكيان الصهيوني، هذا من التزييف الكبير وغيرها من المسائل. الآن في الجمهورية الإسلامية على مدى هذه الأيام التي شاهدناها منذ اندلاع هذه الاضطرابات الممنهجة وغير العفوية كما حصل عندنا وكما حصل في سوريا، لاحظتم في التجربة السورية أيضا هم رتبوا بعض المظاهرات في البداية بدت وكأنها عفوية، بعد ذلك ظهرت على العلن أنها يعني عمليات مسلحة وعمليات إرهابية، والحمد لله رب العالمين الذي أجهض مؤامرتهم وصمدت سوريا بفضل الله وبفضل الجمهورية الإسلامية تحديدا وحلفائها سواء في العراق أو لبنان أو في أفغانستان. الآن يكررون نفس الموضوع، خرجوا في البداية مظاهرات وطلعت المظاهرات والله احتجاجا على وفاة مهسا أميني، وفاة، بعدين تبين أن هذه حتى هذه المظاهرات التي خرجت كانت مدروسة
وغير عفوية، وسرعان ما تحولت إلى عمليات إرهابية وسلاح وكلاشينكوف وتفجيرات، وداعش بدأت تتبنى بعض العمليات، وقنوات فضائية كما كانت تفعل في سوريا وغير سوريا وفي العراق تتبنى بشكل مباشر عمليات الدفع باتجاه توسيع دائرة العمليات الإرهابية، الخروج مسلحين، استهداف الأمن بشكل واضح، استهداف قوات الأمن، استهداف شرطة الشرطة المحلية، استهداف البسيج، يعني متطوعين، ناس متطوعين يدافعون عن محلاتهم، لجان ثورية أسست منذ بالأيام الأولى حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، في تلك الأيام أنشأ الناس في المحلات سووا لجان ثورية لحفظ الأمن، وحافظوا على دولتهم بعد سقوط نظام الشاه من السرقة، من الانهيار، من أعمال عبثية، مو مثل ما صار عندنا ب 2003 الجيش الأمريكي وحلفاء أسقطوا الدولة، وشفتوا الفرهود اللي صار، شفتوا كيف حاولوا أن يظهروا المواطن العراقي الشريف بأنه سارق وأنه لص وفقد العراق أمنه. الآن يريدون أن يفعلوا نفس الشيء في داخل الجمهورية الإسلامية، وكل ذلك عن طريق، يبدأ في البداية عن طريق الإعلام التضليلي وطبعا الكذب. وكما أنا شرحت لكم سابقا وأكرر اليوم هذا الأمر، خمسة قنوات فضائية، أربعة تلفزيونات وواحدة إذاعة موجهة باللغة الفارسية، تبث من هنا من لندن، وتبث من بوخارست، وتبث يعني الإذاعة تبث من بوخارست، وإحدى القنوات الفضائية تبث من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع بالإضافة إلى شبكة تدير شبكات التواصل الاجتماعي موجودة في ألبانيا في تيرانا، حيث منظمة مجاهدي خلق الإرهابية المعروفة، هذه تقوم بتزييف الحقائق بشكل علني ولا يهمها أنها تكذب. هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى إن شاء الله شرح تفصيلي، لكن يحتاج قبل كل شيء إلى أن نمارس كلنا جهاد التبيين، يعني جهاد التوضيح، يعني جهاد كشف الحقائق، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ابقوا معنا. لن يكون عالم ما بعد الاتفاق النووي جميلا. طيب، ماذا لو ماتت خطة العمل الشاملة المشتركة حقا؟ يعني إذا لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت هي من الاتفاق النووي الإيراني، ماذا سيحصل؟ هل سيصبح العالم أكثر أمنا إذا خرجت الولايات أو أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على البقاء خارج معادلة الاتفاق النووي الإيراني؟ هنالك خيارات سيئة ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك الكثير من الذين ينصحون الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الأوروبيين الذين صمدوا حتى الآن ولم يخرجوا من هذا الاتفاق النووي، طبعا يسمى الإيراني، هو اسمه خطة العمل الشاملة المشتركة، وتسمية سميت بالاتفاق النووي باب الاصطلاح العرفي، لأن يخص الاتفاق، هذه الخطة تخص الاتفاق النووي أو البرنامج النووي الإيراني، فصار ما أصبح يعرف بالاتفاق النووي. أحبائي قد تسألون ليش إحنا مهتمين بهذا المحور تحديدا في موضوع الاتفاق النووي، لأن السؤال الذي طرحته في بداية المحور، أو بالأحرى العنوان الذي طرحته في بداية المحور، وهو نتيجة حتمية، لن يكون عالم ما بعد الاتفاق النووي الإيراني جميلا، لأن الوضع سيتغير تماما. لا أريد أن أفصل في من المستفيد، بالتأكيد من الذي سيخسر. ستخسر الولايات المتحدة الأمريكية، تقولون شو علينا؟ طعم ما علينا، خل تخسر.
سيخسر الغرب الذي أيد الولايات المتحدة الأمريكية والذي سعى طوال السنوات الماضية إلى أذية إيران، إيذاء إيران. فرضوا عقوبات طويلة كثيرة. أنت تعرف فقط خلال السنة الماضية من المحادثات التي جرت في فيينا، فقط أكثر من 1500، أقول أكثر يعني الرقم كبير، من 1500 من العقوبات الأمريكية الأحادية تم رفعها. إذن شقد أكو عقوبات فرضت على إيران عدا العقوبات الأممية التي ألغيت بعد التوصل إلى هذا الاتفاق النووي بقرار من مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في يوم 20 تموز 2015. الولايات المتحدة الأمريكية على رأس أولئك الدول التي صادقت على هذا القرار الدولي، 15 دولة، 5 دائمة العضوية و10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإجماع، ماكو لا ممتنع ولا معترض ولا فيتو ولا رفض، كلها أيدت هذا الاتفاق النووي. يعني هاي الخطة اللي قلنا نكررها حتى تحفظوها، خطة العمل الشاملة، شاملة المشتركة. شاملة شنو؟ شاملة لأنها تفضي إلى نتائج شاملة، استقرار المنطقة، إيجاد سلام ثابت، إيجاد علاقات إيجابية. تفضي أقول، وما الاتفاق أو يعني هذه الخطة لم تناقش هذه المسائل، هي خطة متعلقة فقط بالبرنامج النووي الإيراني، يعني خطة تقنية. البرنامج النووي إيران إيش لازم تسوي، هم إيش لازم يسوون الغربيين. واحدة من الأشياء التي يجب على الغرب أن يفعلها بالنسبة لالتزاماته تجاه هذه الخطة هو دعم إيران نوويا، دعم إيران، تقديم كل ما يمكن وفق لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعم كل الدول التي تريد أن تحصل على برنامج نووي سلمي. وإيران أكدت في هذه الخطة أنها تريد برنامجا نوويا سلميا، وقدمت العديد من الضمانات التي تمنع أن يتحول البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج نووي عسكري. إذا ماكو خطة، يعني ماكو هاي الاتفاق النووي، من نقول مشتركة، يعني هاي الدول التي رعت هذا الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هاي 4، الصين وروسيا، كلها معنية بهذا الاتفاق وكلها معنية، يعني شايفين 5+1 مقابل إيران، يعني 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، هاي 6، 5+1 مقابل إيران. حضروا اجتماعات طويلة استمرت من 2002 أواخر 2002 و2003، فترة بسيطة تعرقلت بعدين استمرت إلى أن أفضت إلى في 2015 إلى هذا الاتفاق النووي. بعدين تجي أمريكا تنسحب وتفرض عدد هائل من العقوبات الأحادية غير الشرعية خارج إطار الأمم المتحدة، حتى تلك العقوبات التي صدرت بست قرارات دولية أيضا هي غير شرعية. ليش؟ لأن الدول التي أصدرت هذه القرارات كلها تملك أسلحة نووية. شوف المفارقة، يعني هاي الدول اللي فاوضت إيران كلها عندها أسلحة نووية، ويفاوضون إيران حتى لا تكون صاحبة سلاح نووي، هاي 1. 2، هذا الكيان الصهيوني لم يوقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، ليس عضوا في معاهدة الحد من الانتشار النووي، ولا يخضع لأي عقوبات.
إيران موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وإيران أضافت بند أضيف قسرا بإمكان إيران أن ترفضه، سموه البروتوكول الإضافي، يعني يفرض إجراءات تفتيش مباغتة بدون اطلاع قبلي. يقولون إيران جايين، احنا نريد نفتش، يا افتح هذا المكان افتح هذا. إيران موافقت هذه التفتيش المباغت، إيران أيضا وافقت عليه، قبلته. بينما هذا الكيان الصهيوني اللقيط ليس عضوا في معاهدة الحد وليس موقعا على البروتوكول الإضافي، ويروح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الحالي، يروح يزور الكيان الصهيوني ويبحث معه البرنامج النووي الإيراني، ويرجع ويصدرون قرار قبل فترة والآن يريدون يكرروه، ينتقد إيران بزعم أنها لم تقدم الإجابات اللي يريدوها حول بعض الأسئلة، مع أن إيران قدمت تلك الإجابات. فإذا أحبائي، أنت تخيل، هذا طبعا يأتي كل ضغوط، يعني هذا يسموها دولة أو عالم الغاب، أن تفرض كل ما تريد من ضغوط على دول يعتبرونها ضعيفة، يعتبرونها مستضعفة من أجل الابتزاز ومن أجل سرقة ثروات العالم. عبالهم كلم دعب الجوز، عبالهم إيران سترضخ، وإيران مشت وياكم وأجرت هذه المفاوضات وصبرها طويل ونفسها طويل. لكن طبعا الصبر حدود، وعندما تجد إيران، وإيران شافت التجارب السابقة، شافت مثلا ليبيا تخلت عن برنامجها النووي هو سلمي، وتخلت عن بعض أسلحتها التي كانوا يخافون منها أسقطوها. روح شوفوا ليبيا، هل الوضع مستقر في ليبيا؟ طبعا لا. سوريا أيضا، العراق أيضا، كل الدول التي يخشون من أنها ستكون أو لها دور في تحرير فلسطين يجب أن تسقط وأن تكون تابعة للولايات المتحدة، ويجب أن تبقى دائما اليد الإسرائيلية هي الطولة في المنطقة. وأشير فقط، حتى هذه معاهدة الحد من الانتشار النووي بإمكان الدولة العضو فيها وفق المادة 10 أن تنسحب، كما فعلت كوريا الشمالية، كانت عضوة في العام 2003، سجلها يا حبيبي، انسحبت كوريا الشمالية من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وكانت تتعرض إلى ضغوط كبيرة وهائلة في تلك الفترة، وأصبحت دولة نووية عسكرية. والآن كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة الأمريكية في قعر دارها الصميم. وشفتوا ترامب اللي يفرض على إيران ضغوط وعقوبات، قلت لكم تجاوزت 1500، هاي 1500 اللي رفعت في السنة الماضية من المحادثات على إيران وانسحب من الاتفاقية، يروح بنفسه صاغرا يزور كوريا الشمالية. ايش قد شنوا إعلام تضليلي تشويه لزعيم كوريا الشمالية، يروح له صاغرا، الناس ما تعرف إلا لغة القوة. بنقول لن يكون عالم ما بعد الاتفاق النووي جميلا بالنسبة للولايات المتحدة، لن يكون جميلا، وبالنسبة للدول التي تخشى من أن تصبح إيران دولة نووية لن يكون جميلا، لكنه بالتأكيد سيكون هذا العالم جميلا، وجميلا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لمحبي الجمهورية الإسلامية ولكل من يدافع عن الحق. ويا ريت تكون إيران دولة نووية، يلا خلي يجربون هذا الميدان، ويا حميدان، يا أمان الله.